باش دي جي اس بي من الكونغو الديمقراطيه باش يواجهوا غدوه وان شاء الله بالنجاح وتوفيق فريق وراء امكانيات جيده. ثم يوم الاحد باش يكون مقابله الترجي الرياضي التونسي فلاورز انطلاقا من الساعه الواحده وباش تبعوا لقاء النادي الافريقي ريد ستار في 5 نتاع العشيه. يوم الاثنين متابعه للقاء مولديه الجزائر النادي الافريقي في ماضي ساعه وعين توت الجزائري والترجي الرياضي التونسي في 5 معناها المواجهه التونسيه الجزائريه بحته يوم الاثنين القادم. ثم باش تواصل المقابلات يوم الاربعاء من او يوم الثلاثاء من خلال يوم الاربعاء محمد علي. يلا نكملوا معنا الترجي الاهلي هكا ولا بعد ساعه ونص الترجي الاهلي على الوطنيه الاولى، 5 ونص النادي الافريقي، الزمالك المصري دائما على الوطنيه الاولى. يوم الخميس 6 اكتوبر ان شاء الله مباريات الدور الربع النهائي سوف ايضا باش تكون مقوله كلها على التلفزه الوطنيه وسيتم اكيد تقسيمها حسب الفرق المتاهله. هو مع الاشاره محمد علي باش نعطيه حق لانه قاعه نابل بتحتضن عدد من المقابلات بجانب قاعه الحمامات لانه فما مقابلات خاصه في السيدات باش يلعبوا في قاعه نابل. صحيح. الدور النصف النهائي باش يكون يوم الجمعه 7 اكتوبر، المباراه الاولى مع 3 والمباراه الثانيه 5:30، والدور النهائي باش يكون يوم الاحد. الدور النهائي سيدات مع 3 باش يكون موقول مباشره على الوطنيه الثانيه، والدور النهائي رجال 5:30 باش يكون موقول ان شاء الله على الوطنيه الاولى. تتواصل اذا كما قلت التغطيات التلفزه الوطنيه لعديد التظاهرات الرياضيه. بعد تخطيطنا للبطوله العربيه تتواصل التغطيه في كره اليد لهذه البطوله الافريقيه للانديه البطله. قاعدين نشاهدوا في حفل افتتاحها ويأمنوه فتيات المنتخب التونسي للجمباز الان والرقص الايقاعي. اكيد المنافسه ستكون كبيره في بطوله افريقيا للسيدات او للذكور بالنظر لقيمة الأندية المشاركة في كرة اليد النسائية. دائما ما كانت التفوق للأندية الأنغولية اللي ممثلة كرة اليد الأنغولية بجوج فرق، بيترو أتليتيكو الأنغولي وبريميرو دي أغسطو الأنغولي أيضا. كرة اليد النسائية التونسية اللي قاعدة تتطور برشا في السنوات الأخيرة. ذكروا مشاهدينا الكرام أيضا بموعد مهم ومباراة مهمة باش تتولى نقلها التلفزة الوطنية الأولى نهار الأحد إن شاء الله، مباراة الاتحاد الرياضي البونستيري والأهلي المصري على درب التأهل دور المجموعات في كأس رابطة الأبطال الإفريقية. كما قلت الاتحاد المنستيري الأهلي المصري ستكون مقبولة مباشرة على التلفزة الوطنية. هكا تتواصل المواعيد الرياضية وأحباء الرياضة دائما يلقاو إن شاء الله ظلتهم في التلفزة الوطنية. هو محمد علي تواصل واجبها ودورها في تغطية مثل هذه الأحداث المهمة لتمتيع المشاهد التونسي أحباء الرياضة التونسي. هو في الحقيقة التلفزة التونسية زادة باش تكون موجودة يوم الأحد لأنه هو يوم أحد باش تكون فيه مضغوط برشا، فيه الاتحاد المنستيري الأهلي المصري، فيه الدور النهائي للتنس اللي إن شاء الله أونس جابر تكون موجودة فيه، وفيه أيضا يوم الأحد القادم فيه دور نهائي البطولة الإفريقية لهنا في الحمامات، معناها في نفس اليوم ثلاثة مسابقات كبار ومهمة جدا. والتلفزة التونسية إن شاء الله باش توفق كيف العادة باش تنقل وتمكن المشاهدين من متابعة المقابلات الهامة للأندية التونسية، وأيضا إن شاء الله الأنس جابر اللي يتمنوا لها النجاح والتوفيق، والاتحاد الرياضي المنستيري ممثل كرة قدم التونسية في رابطة الأبطال الإفريقية أكيد في التنس مفاوضات متواصلة من أجل نقل الحدث هذا مهم جدا
كما قلت على الصعيد العالمي ان شاء الله. واكيد مش بتبخل عليكم التلفزه باش تكون حاضره في المواعيد الكل ان شاء الله، على الاقل ان شاء الله باش تكون محاولات كما قلت المفاوضات جاريه من اجل انه ان شاء الله على الاقل تكون مباريات انت زابر منقولة على التلفزة الوطنية. تعرف تظاهرات كبيرة هكا، حقوق البث عند قنوات عالمية اللي تتولى منذ سنوات بث التظاهرات الكبرى في رياضة التنس، الباب مازال مفتوح والمفاوضات مازالت جارية، وإن شاء الله التلفزة الوطنية كعادتها مش باش تحلم جماهيرها من المباريات كما هكا وتظاهرات كبيرة كما هكا، وإن شاء الله مباريات أنس جابر باش تقول موقولة إن شاء الله. كما قلت المفاوضات ما زالت جارية في انتظار التوصل إلى اتفاق لنقل مباريات أنس جابر. حديدة هي المواعيد الرياضية الهامة، ذاكر لتنتظر الرياضة والأندية التونسية، وإحدى هذه المواعيد هذه البطولة الإفريقية اللي قاعدين نشاهدوا في الحفل الافتتاح الخاص بها، أطول حفل الافتتاح من حفل افتتاح البطولة العربية، رغم أنه الأعداد الحفلات يظل لي كان في فترة أقصر. في فترة أقصر صحيح في وقت قياسي، لكن مشكورين لمنتخبنا التونسي للجمباز وللرقص الإيقاعي اللي أمنوا هذا الحفل. أنا أيضا ذكر وإحنا نعطيه في مواعيد اللي ينتظروها واللي يلقاوها مشاهدينا الكرام على التلفزة الوطنية، عندنا أيضا نصف نهائي كأس تونس للكرة الطائرة اللي باش يجمع النادي الصفاقسي والنجم الساحلي، واللي باش يكون منقول مباشرة يوم السبت القادم على التلفزة الوطنية. عندنا كرة اليد، كرة الطائرة، كرة القدم، التنس إن شاء الله في انتظار التوصل إلى الاتفاق، وهذه السياسة اللي تتخذ فيها تعتمد فيها التلفزة الوطنية إنه كل الرياضات إن شاء الله تكون واخذة حظها وتاخذ حظها من المتابعة ومن التغطيات. قلت سياسة التلفزة الوطنية باش كل الرياضات تلقى حظها في المتابعات والبرامج دائما ثرية على التلفزة الوطنية في كل الاختصاصات وفي كل الرياضات. إن شاء الله ديما تلقاو ظلتكم في التلفزة الوطنية. إن شاء الله تحيا تونس، وتحيا إن شاء الله ديما الرياضة للرياضة التونسية وللأندية والمنتخبات التونسية في كل الاختصاصات. هكا إذا نوصلوا إلى ختام الحفل الافتتاح.